الإرهاب يضرب هنا في شيراز مجدداً. هو المشهد نفسه قبل عام في مرقد أحمد بن موسى الكاظم. لا ذنب لهؤلاء النسوة والأطفال سوى أنهم من بلد يحارب التكفير والإرهاب، فتلقت أجسادهم رصاصات هذا الإرهابي الذي كان بحوزته 8 مخازن للبنادق تحتوي على 300 رصاصة أراد بها قتل أكبر عدد من المصلين لولا تدخل قوات الأمن في الوقت الملائم. قوات الأمن جعلت نفسها عرضة للنار لكي تحمي الناس ولا يصابوا بمكروه. كان والدي يحلم بالشهادة ويتمنى أن يصبح شهيدا كلما توجه إلى مكان عمله في المرقد. جريمة شيراز وصفها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالدموية، وتوعد بإنزال أشد العقاب بمن نفذها وخطط لها. إن صمت المجتمع الدولي والدول التي تطالب بحقوق الإنسان هي مروج مثل هذه الأعمال الإرهابية. سنرى كيف سيكون رد فعلهم على هذا الحادث الإرهابي. أجهزة الأمن الإيرانية اعتقلت عددا من المشتبه في تورطهم في الهجوم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف مزيد من الخيوط والتفاصيل عن المنفذين والداعمين لهذه العملية الإرهابية. خارج إيران وداخلها تدفع البلاد ضريبة محاربتها الإرهاب، الثمن باهظ بالتأكيد، إلا أنه بحسب المسؤولين هنا لن يثنيها أبدا عن مواجهة الفكر الإرهابي التكفيري. مالك عابد، طهران، الميادين.